Bye.
Dame la razón, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian, murah harganya. Untuk agama mencari syahid di jalan Allah, maju pantang menyerah walau bergelimangan darah, berdarah kalau ada jadi saksi ya Allah, mati syahid adalah hari raya. Amelah Rasulullah, berjuanglah talalah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah, masuk sudah di depan mata, lawanlah, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju, ayo, maju, ayo, terus maju, habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah. Barang-barang dalam PKI, dalam PKI sekarang.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك اليوم فأعذنا ونستجيرك اليوم من جهد البلاء فأجرنا ونستغيث بك اليوم فأغثنا ونستصرخك اليوم على عدوك وعدونا فاصرخنا ونستنصرك اليوم فانصرنا إلهنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعليك توكلنا وإليك أدبنا وبك خاصمنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم اجعل لنا وللمسلمين في إندونيسيا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والبكائيين واخذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين نسألك اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا وفتحا مبينا اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر قصرنا وآمن خوفنا وآنش وحشتنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهرسنا بعينك التي لا تنام وبعزتك التي لا ترام اللهم إننا ضعفاء فقونا يا قوي يا عزيز لا إله إلا الله إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله فيرجى نسألك اللهم مسألة المساكين ونبتئل إليك ابتهال الخاضعين ونتضرغ إليك تضرع الوجلين لا إله إلا الله يا من نجيت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إن نسأت على الغار حيوت العنكبوت وآمنت يونس وآمنت يونس في بطن الحوت وحفظت موسى في اليم والتابوت نسألك سؤال من خضعت بك رقابهم وذلت لك جباههم وجرفت لك عيونهم وغرمت لك أنوفهم إلى من نشتكي وأنت العليم القادر من الذي يجبر قصرنا وأنت القلوب جابر يا من يعلم ما في الضمائر يا من هو الأول والآخر نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا عموما اللهم احفظهم وانصرهم واكن دماءهم وآمنهم في أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأصلح أحوالهم واتبعهم على كتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع عن بلادنا إندونيسيا وعن المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وما لا يعلمه إلا أنت لا إله إلا الله اللهم أعنهم واكفهم وأيدهم وأغذهم وقوهم ونجهم وأدئمهم وتولهم وعزهم اللهم ارفع راياتنا ووحد كلماتنا وألف بين قلوبنا ولا تشمت بنا الأعداء اللهم ارفع راية لا إله إلا الله وانصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانصر قرآننا اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وكل ما فيها واجعل آمنة واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء اللهم احفظ أمنها وإيمانها واستقرارها وأهلها واجعلها عائزة على الخيرات والبركات سالمة من الشرور والآفات بلدة طيبة ورب غفور اللهم فرج همومها ونفس كروبها
وأصلح الحال بين شعوبها وألف بين قلوبهم وولي عليها خيارهم من المسلمين وولي عليها خيارهم من المسلمين وولي عليها خيارهم من المسلمين لا إله إلا الله اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاشف العظام لحما بعد الموت إلهنا هؤلاء ما تكرفوا إليك أكف الدراء في هذا المكان إلهنا هؤلاء ما تكرفوا إليك أكف الدراء في هذا المكان فآتهم سؤلهم واستجب دعاءهم إلهنا إن الظالمين والماكرين والغاصبين والسارقين من الكفرة الفجر والظلمة المكرة قد طغوا وبغوا وأرهبوا وأسرفوا في بلادنا إندونيسيا اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك اللهم زلزلهم وبدد شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم وفل حدهم والعنهم واجعل الدائرة عليهم وارسل العذاب الأليم عليهم واخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلكهم مدد الإمهال اللهم غل أيديهم غل أيديهم إلى أعناقهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال ولا تبلغهم الآمال ولا تبلغهم الآمال اللهم اللهم قلب تدبيرهم وقرر تدبيرهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم وتدبيرهم اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من أيديهم ومن أرادها بسوء فأشغله بنفسه ورد قيده في نهره وطهر بلادنا إندونيسيا من هؤلاء الأرجاس واجعل بلادنا شامخة آمنة عزيزة إلى يوم الدين يا سميع الدعاء لا إله إلا الله اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ونحن ندعوك يا مولانا فاستجب لنا ونسألك فأجنا ولا تحرمنا ولا تخذلنا ولا تهنا ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرض والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجعنا إذا انقضت الأسباب وحيل بينا وبين الأسباب إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد تجهمنا أمين عدو إذ ملكته أمورنا إلا بقب غضب علينا فلا تبارك ولا نبارك غير أن عافيتك ورحمتك هي أوسع لنا وصل اللهم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين صلاة تنزل بها علينا وعلى أخواننا المؤمنين السكينة والنصر وتركي بها الهيبة والرعب في قلوب الكافرين والمنافقين والظالمين والشجوعيين والفكائيين وجنودهم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة.